عديدة بين تسجيل ملكية العقار واستخراج شهادة الرقم القومي. إجراءات تسجيل العقار أمر معمول به في مصر منذ عقود طويلة وفقاً لأحكام القانون 114 لسنة 1946، إلا أن نسبة تسجيل العقارات في مصر قليلة للغاية وبيقدرها البعض بـ 5% أو أقل، بس في الحقيقة هي نسبة أقل من كده بكتير، وده طبعاً في ظل التوسع في البناء خلال السنوات الأخيرة. من فترة تم استحداث طريق جديد لتسجيل العقارات عن طريق شهر الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم بنقل الملكية، بين قوسين أحكام الصحة والنفاذ، ده بعد تعديل المادة 35 مقرر من القانون 114 لسنة 1946. والتعديل اللي تم ده الهدف منه تسريع وتيرة التسجيل، لكنه لا يزال ينتظر اللائحة التنفيذية من وزير العدل لبدء العمل دي. أما عن الرقم القومي للعقار فده خطوة مختلفة عن عملية التسجيل وبتكون تالية للتسجيل نفسه، ولم يصدر أي قرارات رسمية أو قوانين بشأنه حتى هذه اللحظة. ففي العموم عملية تسجيل العقارات غير ملزمة للمواطنين حتى بعد التعديلات الأخيرة، لكن التقاعس عن التسجيل يفقد كل صاحب عقار مزايا متعددة، سواء من الناحية الخدمية أو المادية أو الائتمانية، غير أن كل صاحب عقار هيكون مجبرا على التسجيل عند استخراج الرقم القومي للعقار، لأنه باختصار لن يحصل على الرقم القومي للعقار إلا بعد تسجيل الملكية في الشهر العقاري. أو بمعنى آخر، أن كل صاحب عقار سيبادر من تلقاء نفسه تحديدا وقت الضرورة بالإقدام على تلك الخطوة دون فرمان حكومي، ومن بعدها يتم الحصول على شهادة ورقم قومي للعقار. يعني باختصار نقدر نقول أن الرقم القومي للعقار هو بمثابة شهادة ميلاد للوحدة السكنية، وليه عدة فوائد. أن هذا الرقم سيكون به جميع تفاصيل صاحب العقار وبياناته بالكامل، زي رقم العربية اللي موجود في المرور. عن طريق الرقم القومي للعقار سيعلم المواطن من اشترى الوحدة السكنية وهل يوجد عليها ضرائب عقارية أم لا، وهل تحتاج مرافق أو لا، غير أنه هيمكن الدولة من تحديد جميع المناطق التي تحتاج إلى مرافق، ولن يسمح بعد ذلك بمخالفات البناء، وهنقدر نحدد منه عدد الوحدات السكنية في كل عمارة وكم يسكن هذه العمارة، والحكومة هتقدر تعرف موجود كم وحدة سكنية في مصر وكم شخص يحتاج لبناء وحدات سكنية، سواء عن طريق الدولة أو عن طريق القطاع الخاص، فضلاً عن التداول المرن للعقارات في السوق المصري وضمان مطابقة العقارات المواصفات الواجب توافرها حتى تضمن السلامة، ويساعد على منع حالات التعدي على الأراضي وممتلكات الغير، لأن كل عقار هيبقى مكتوب باسم صاحب. ده باختصار الفرق بين تسجيل الشهر العقاري أو تسجيل العقار وإصدار شهادة بالرقم القومي للعقار.